بسم الله الرحمن الرحيم. فلماذا لا نعتبر دنيا حقيرة، دنيا فانية؟ نام عليه الصلاة والسلام على حصير، نام على حصير ثم قام وقد أثر الحصير على جنبه الشريف، فقال له الصحابة: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء من أجل أن يقيا جنبه الشريف. قال: مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. علم ربي من سؤالي واختياري.